ماذا يعتقد المسلمون؟ يعتقد المسلمون أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، عالم عليم. العالم العليم يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. كان الله سبحانه وتعالى يضع رسالته، ينزل رسالته، يعطي رسالته لأشرف الخلق، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله العليم الذي هو أعلم حيث يجعل رسالته، بعد موت النبي جعل رسالته مع الصحابة الذين كفروا على مذهب الشيعة، ليس كل الشيعة، بعض الشيعة، وقال لنا في القرآن أنه سيورث هؤلاء الصحابة أرضهم وديارهم عن الكفار، يعني لما قال تبارك وتعالى للصحابة ورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطعوها، يقول ابن عباس فارس والروم، فأورث الله فارس والروم لمن؟ للمرتدين على مذهب بعض الشيعة، يعني جنون. أليس الله عليم؟